افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حديقة الفيروز بالمقطم والمقامة على مساحة 7000 كيلومتر مربع جاهزة لاستقبال ما يقارب 500 مواطن يوميا. كما افتتحت وزيرة التنمية المحلية أعمال تطوير مشتل نباتات مصر الجديدة بحي النزهة المقام على مساحة 3 أفدنة، إذ ينتج نحو 100,000 شتلة سنوية فيما يتم البيع فيه بأسعار مخفضة للمواطنين. وأكدت الوزيرة السعي لزيادة المساحات الخضراء في إطار أولويات التعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء في جميع المحافظات.